بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 167. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه وتوفيقه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم عبر هذا البرنامج الذي نحاول فيه تقديم ما تيسر تلخيصه من الأحكام الفقهية، ونخص في حلقتنا التحدث عن أحكام الظهار، حيث انتهى بنا الحديث إليه في الحلقات السابقة. الظهار يراد به هنا أن يقول الرجل لزوجته إذا أراد الامتناع من الاستمتاع بها: أنت علي كظهر أمي أو أختي، أو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة. فمتى شبه زوجته بواحدة من هؤلاء أو ببعضها فهو مظاهر، وحكمه في الشرع أنه محرم، لقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي يقولون كلاما فاحشا باطلا لا يعرف في الشرع، بل هو كذب بحت وحرام محض وقول منكر. وذلك لأن المظاهر يحرم على نفسه ما لم يحرمه الله عليه، ويجعل زوجته في ذلك مثل أمه وهي ليست كذلك. وكان الظهار طلاقا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يمينا مكفرة، فيحرم على المظاهر والمظاهر منها استمتاع كل منهما بالآخر قبل أن يكفر الزوج عن ظهاره بجماع ودواعيه، لقوله تعالى: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، صححه الترمذي. فيلزم المظاهر إذا عزم على وطء المظاهر منها أن يخرج الكفارة قبل الجماع، لقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فدلت الآيتان الكريمتان على وجوب كفارة الظهار بوطء المظاهر منها، وأنه يلزم إخراجها قبل الوطء عند العزم عليه، وأن تحريم زوجته عليه باق حتى يكفر، وهذا قول أكثر أهل العلم. وكفارة الظهار تجب على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام لمرض ونحوه أطعم 60 مسكينا، بقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ومعنى يظاهرون من نسائهم بأن يقول أحدهم لامرأته: أنت علي كظهر أمي ونحوه، ثم يعودون لما قالوا، أي يريدون أن يجامعوا زوجاتهم اللاتي ظهروا منهن. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا أي أن يكفروا قبل الجماع بتحرير رقبة من الرق إذا كان يملكها أو يقدر على شرائها بثمن فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، لقوله تعالى في كفارة القتل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فيقاس عليها كفارة الظهار وحملا للمطلق على المقيد. ويشترط في الرقبة أيضا أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا، لأن المقصود بالعتق تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل اليد أو الرجل ونحو ذلك. ويشترط لصحة التكفير بالصوم أولا أن لا يقدر على العتق، ثانيا أن يصوم شهرين متتابعين بأن لا يفصل بين أيام الصيام،
طيلة الشهرين إلا بصوم رمضان أو إفطار واجب كالإفطار للعيد وأيام التشريق أو الإفطار لعذر يبيح الفطرة كالسفر والمرض، فالإفطار في هذه الأحوال لا يقطع التتابع. ثالثا أن ينوي الصيام من الليل عن الكفارة، وإن كفر بالإطعام اشترط لصحة ذلك أولا أن لا يقدر على الصيام، ثانيا أن يكون المسكين المطعم مسلما حرا يجوز دفع الزكاة إليه، ثالثا أن يكون مقدار ما يدفع لكل مسكين لا ينقص عن مد من البر ونصف صاع من غيره. ويشترط لصحة التكفير عموما النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والدليل من السنة المطهرة مع دليل القرآن على كفارة الظهار وترتيبها على هذا النمط ما روت خولة بنت مالك ابن ثعلبة رضي الله عنها قالت: ظاهر مني أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك، فما برح حتى نزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فقال: يعتق رقبة؟ فقالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين؟ قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قال: فإني سأعينه بعرق من تمر. قالت: يا رسول الله، فإني سأعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك، والعرق 60 صاعة. رواه أبو داود. أيها المستمعون الكرام، هذا ديننا العظيم، فيه حل لكل مشكلة، ومن ذلك المشاكل الزوجية، فها هو يحل مشكلة الظهار، وهي مشكلة كانت مستعصية في أيام الجاهلية، بحيث لم يجدوا لها حلا إلا الفراق بين الزوجين وتشتت الأسرة، فما أعظمه من دين. ثم نجده في إيجاب الكفارة يراعي ظروف الزوج، ويشرع لكل حالة ما يناسبها مما يستطيعه الزوج. فالحمد لله على فضله وإحسانه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.